السلام عليكم. دلوقتي عايزين نخلي القط ده يتحرك معانا حركة لذيذة كده، فخلينا أول حاجة نبدأ ايفنت اهوت. طبعا أنا ممكن أضيف زراير، كل زرار يعمل حاجة معينة. على سبيل المثال أقول له مثلا لو دوست حرف الإيه مثلا اتحرك ناحية اليمين شمال زي ما أنا عايز. تمام، نفس الحاجة دي هنعملها هنا، بس هنستخدم ليه فور ايفر، يعني الكود اللي هيتكتب هنا هيبقى موجود على طول. وعايز اقول له لو المستخدم داس حرف معين، تمام، اللي هي موجوده هنا، بس احنا هناخدها بشكل اخر، هتلاقي هنا موجوده الكي اهوت اهو. طيب عشان ادخل الكي جوه الفور ايفر دي هستخدم قاعده اف، فاقول له لو المستخدم داس حرف مثلا الدبليو. تمام، طيب خلينا نقول له عايزين نغير في الواي. تمام، اقول له عايزين نغير في الواي، او اعطي متغير الواي اهوت، هتبقى بالموجب. طيب لو قلت له قرر لي دي بس بقى مش الواي، الاس، وخلي دي بالسالب. تمام، واربطهم ببعض. تمام، طيب ودول برضو اخدهم كده كوبي، بس بقى بدل ما انا بقول له شينج واي هقول له شينج اكس. والاكس ديت هنخليها بالسالب. تمام، طيب هنا بقى حسب الزراير الاي هي اللي هتبقى بالسالب ايه، وهنا هيبقى الدي. تمام، يعني الدبليو والاس والدي والاي. طيب نجرب اهوت، هقول له ايه فيبدا يتحرك الناحيه دي، دبليو يطلع لفوق، اس ينزل لتحت، الدي يتحرك بالشكل ده، فاصبح بتحكم في الاماكن اللي ممكن يروح فيها القط دوت.